بغى يشوف لي طاكسي، تداز واحد ها السيف ضربو قطع لي ايدو. ولدي مسكين مني فاق بالمنج كيبكي كيبكي كيقول لي ماما ضعت ماما ضعت. على كل حال ولدي هادشي اللي كاين، هادشي ما تليش قد يدوي يدوي يا رب. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عيد مبارك سعيد. مشاهدينا الكرام، تلقي اتصال من عند فاطمة. فاطمة كتعيش في السطات، عندها وليد والبنات. نهار العيد غادي تقوم بزيارة العائلة ديالها هي والابن ديالها معاد. في لحظة من اللحظات تيقلبوا على الطاكسي، تيبقى معاه معاد بلا يديه. كيفاش تبعوا معايا فاطمة؟ انت دابا حدا الكلينيك، عاودي لي كيفاش. الله يستر لك يا رب. وليدي حنايا نهار العيد ذبحنا سالينا، عاوني وليدي صيق معايا كل شيء، فرحانين هزينا داك الشيء اللي قسم الله. بغينا نمشيو عند عمو باش غادي نديرو سنة الرحيم. الدري مسكين وليدي مشى يشد ليا طاكسي، قال لي ماما وقفي هنا انا نشوف لك طاكسي. فرحانين غاديين ولدي بغى يشوف لي طاكسي، تداز واحد ها السيف ضربو قطع لي ايدو. تجاو الناس قال لي زيدي 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 ولدك، غادا كنغوت ونبكي غادا ونغوت ونبكي. مني لقيت ولدي في واحد الحاله، وليت كان كنبكي ونغوت نبكي ونغوت. عباد الله عتقوني، داو السبيطار. من داو السبيطار قلبوا الشينوي، قال لي ولدك ايدو مشات، وانا كنبكي ونغوت نبكي ونغوت. عباد الله عتقول يا ولدي جنانة للدار البيضاء. جابوا الميريزكو، ميريزكو قال لي غادي يبقى يومين ولا ثلاث ايام، ما عادش نديروا ليه العمليه. كنقول لهم ولدي راه مشى، ولدي اذا تقطعت لي كيفاش غادي يومين؟ انا ولدي كيموت وكيقول لهم يدي مشات ليا، يدي مشات ليا عتقوني والدم دايز. هذا باش قالوا لي الناس هزي ولدك دي الكلينيك. طلبت هزيت ثاني في لابيلانس، جيت الكلينيك ما عنديش الفلوس والو، جايه بلا اله الا الله وسيدنا محمد رسول الله. دخلت الكلينيك قالوا لي ما نحطو في يدينا غير لما حطيتي الفلوس. قلت لي مولي بنتي راه ما عنديش وهذه، قالت لي لا، قالت لي الفلوس. قلت لها واخا غير طلعي، واخا انا نطلب الناس ويجيبوا لي الفلوس. طلعي بضعة قال لي ولدي طلعوه. مني طلعوه بقيت كنصوني على العائله، كلشي طافي، التليفونات كلشي ساد، كلشي بغيت لي يعتق لي ولدي. وهي تجاوبني واحد المراه كنعرفها، قلت لي انا مزوقه فيك جيبي لي شي حاجه اللي ندفعها الكنينيك، ولدي راه يدو مشات لي. جابت لي شي حاجه دفعتها ليهم. قلت لي شوفي انا رانا ماشي هربانه، انا بارك انا ولدي، ولدي ما ساقيش عليا، ولدي راه هو يا يدي باش كنشير. قلت لي انا ولدي ماشي ساقي لي، انا معاكم وولدي حتى هو ما ماشي غنسمحوا في ولدي. غير قول الدكتور داروا لي العمليه، زادوا الدم، داروا لي اربعه العمليات ماشي وحده. تدروا لي البارح ليله العيد، ليلة العيد حنا عيرنا هنا في السبيطار، ما شلنا حتى حاجه، ما فرحنا بتا شي حاجه، ذبحنا ما شلنا حتى حاجه. انا دابا ما ضايقاش لا انا لا ولدي، والله ما شلنا شي حاجه ولا ضقنا شي حاجه، كل شيء حرار علينا، دعينا من الله سبحانه. هذا الشيء اللي وقع واش الليله قبل من العيد ولا اول نهار العيد؟ العيد ذبحنا وشوينا، ليلة العيد ذبحنا وشوينا وسالينا، وباغي نديروا العشاء عند عمو اللي قسم الله، وباه مريض وما عندناش اللي يخدم علينا. هو مسكين الله دخل واحد الشركه بدا قال لي انا كنت كنخدم في الديور وكنعاون. هو اللي عندك؟ هو اللي عندي. قلت لي وليدي، قال لي يا ماما انا غنولي اللي قسم الله نجيبو. ها هو عطب لي ولدي ويدو مشات لي، وباش نشالي انا ما بقاش، انا يدي تقطعت وولدي هو يدو تقطعت. هنا دابا في الكلينيك داروا العمليه، اش قالوا لك؟ واش ردوا لي يدي؟ ردوها. ويني قال لي الطبيب يدو ما تحلميش بها، قال لي الاحساس ديالها ما غاديش يبقى. قال لي واخا ردوا لي يدو، قال لي ولدك ما تلاش يخدم بيدو. قال لي داك اللي دار لي هادشي فين هو؟ شدوه، راه شدوه، واخا شدوه واش غنصور منه؟ انا ولدي اللي ضاع عليا. ولاش ضربوا بهادشي؟ كي بغى يدي لي، بغى يدي لي التليفون. خطف لي التليفون، ولدي هاز التليفون كيدوي معايا، كيقول لي زيدي راه غنلقايت طاكسي. خطف لي التليفون ضربوا به سيف، ايدو مشات لي هذيك الساعه، تقطعت لي ايدو مشات لي. هو احمد سيدي ربي وشكرته، واش غادي ندير؟ شحال طلبوا لك دابا هنا في العمليه؟ طلبوا لي جوج المليون، طالبوا لي جوج المليون، واليوم علموني بالخروج، وإلا ما خرجت غادي يزيدوا عليا.
وقلت لي وريني شي مساعده ولا اللي يساعدني هنا في شكنيني، قالك ما كاين حتى شي حاجه وما كيعرفوا الفلوس. ايوا هادشي اللي كاين ولدي، نطلب سيدي ربي الا بغى يعاوني شي محسن واللي بغى يشوف فيا على وجه الله. انا دابا كنتقطع على انا على ولدي، وتمحنت وتعذبت وما عندي ما نقول. سيدي ربي حمدتك وشكرتك يا ربي، حمدتك وشكرتك، وانا في واحد الحاله ما يعلم بيا غير الله، واللي تعلموا بيا تتوما وتشوفوا من حالي انا، حالتي انا وولدي. وولدي مسكين من يفاق بالمنج كيبكي كيبكي كيقول لي ماما ضعت ماما ضعت. قلت له يا وليدي عمني بقيتي حي؟ قال لي الطبيب كون ما بقيتيش كون ما جيتيش الدري كان غادي يموت، جا نزيف كان غادي يموت. قال لي راك خطفتي وجدتي، راه الدري كان غادي يموت. ايوا هادشي اللي كاين ولدي، حمد سيدي ربي، حمد سيدي ربي على كل حال ولدي. هادشي اللي كاين، هادشي ما تليش قد يدوي يدوي يا رب. الله يسر، الله يسر. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، حنا الان على جد مقربه من المصحه، ربطت بنا الاتصال، وقصة واقعية أنه الإبن كما شفتوا معايا في الصورة شاب جميل له طموح، شأن أي شأن أي مغربي، إلا أن هذا السلوك الإجرامي ديال البعض، ولكن الحمد لله كاين القانون هو معتقل وغادي ياخذ الجزاء ديالو. مشاهدينا الكرام، الأم طلبوا منا مبلغ مالي، وهي الوضع ديال الله اللي عندها، غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل كيخلص المحسنين، كل من ساهم او ساعد هذه الاخت. كما اقول دائما، لا صله لنا بالشق المالي، المعامله او المساعده اذا صح التعبير تكون بين المحسنين وذاك المحتاج. هذه الام الله يسمح لنا من الوالدين، هذا هو الوليد اللي عندها، وعندها البنات كتشوف فيه بزاف، ها هو دابا شبه اعاقه مبدئيه في اليد ديالو، ولكن في كلتا الحالات الحمد لله انه اليد بعدا رجعت للمكانة ديالها. تبقى أمور تتعلق بإجراءات طبية خصو يخضع ليها، فيها الترويض، فيها أمور أخرى. ما يهمنا هو الاستخلاص ديال هذا المبلغ باش هي يكون عندها الحق تخرج ولدها، لأنه اللي عليها في الأخير أنه ما تبين لها والو، تبين لها تنقد ولدها. مشاهدينا الكرام، أنا غنوضع رقم الهاتف ديال الأم، والله عز وجل هو كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.